بالنسبة للسياحة كل هنا شيء مختلف، عاداتنا تقاليدنا مختلفة، كل شيء طبيعي، ما فيش عربيات، ما فيش مصانع، ما فيش، كل حاجة طبيعية. هي دي الميزة اللي عندنا. في بتاع 5000 واحد نوبيين أصلا، دول أولاد سيدنا نوح. سيدنا نوح كان عنده ولدين، كوش ومصرايم، ناس مصر، مصرايم دول ناس مصر، وكوش اللي قاعد في الجنوب الصعيد، هم دول أولاد كوش، أحفاد كوش، حوالي 2 مليون. أوكي. فيهم المقيمين في جنوب الصعيد، في اللي في مصر، وفي في السودان، شمال السودان. في السودان. أنا اسمي محمود أحمد، من أهالي الأرجنتين، بقالي لوجايد 10 سنين.